really important because everyone know I'm an activist of ending the violence against children. ماماد وساكو يجمع أصدقائه في دبي من أجل أطفال أفريقيا. When I was young, I had a quite a difficult story. امبارح اقيمت المباراة الخيرية دي اللي جمعت اهم نجوم كرة القدم في العالم زي مامادو ساكو، باكاري سانيا، بنتيكي وغيرهم، بتنظيم من مؤسسة امساك الدولية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. وبالليل اجتمعوا الكل في مزاد وحفل خيري ترأسه مامادو ساكو، وكل ريع الحفل ده هيروح لمساعدة الاطفال الايتام. وطرح للبيع خلال المزاد لوحة فنية لصورة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللي اتباعت ب 28,000 دولار، ده غير قمصان أشهر لاعبي كرة القدم الموقعة منهم. فشفنا قميص ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، قميص كريم بنزيما مع ريال مدريد، تيري هنري مع أرسنال، ساديو ماني مع بايرن ميونخ، واتباعت بأكثر من 6,000 دولار. This charity event is for to raise some money to help some kids in Africa because like I said when I was young I had a quite a difficult story so I always say to myself when I become someone I will give back and share. How about the reaction of the football players when you told them about the donation? All of them they said we are with you so anytime you want we will be there. So I think in football we all support each other when is this kind of cause. وغير مامادو ساكو شفنا باكاري سانيا، سامويل إيتو وبطل العالم في الفريستايل سيان غارنيه، بالإضافة لأسطورة مانشستر يونايتد وفرنسا السابق باتريس إيفرا. Today event how important for you? It's really important because everyone know I'm an activist of ending the violence against children. So when Mamad told me if I could make it, even if you know I'm really busy, I say I show up straight away because I'm so proud about what he's doing, so proud of the people working, you know, behind the scenes, his foundation, and what a better place to do it in Dubai because I always say Dubai is Disneyland. وفي كواليس الحفل شفنا لقاء خاص جمع مامادو ساكو بصديقه المقرب سعد المجرد اللي أحيا ختام الحفل وولعها على الستيج كالعادة. اليوم موجود انت بهذا الايفنت الخيري، قد ايه بهمك تشارك بهيك عمل خيري؟ طبعا انا دائما مهتم بهذا الموضوع هذا، ولما قصدني صديقي مامادو كنت فرحان بزاف وقلت له فيما تكون شي حاجه بحال هكا انا موجود على راسه وعلى